الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك على آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه اللقاءات الطيبة المباركة وبداية هذا الأسبوع الثقافي الجديد، الأسبوع السادس الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونحن معكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حسن الشربطلي بالقاهرة الجديدة، نواصل معكم هذه اللقاءات الطيبة، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا جميعا. واسمحوا لنا بداية أن نرحب بضيوف هذه الجلسة الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع العميد الأسبق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، ومعنا فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد مبارك المفتش بوزارة الأوقاف. فأهلا ومرحبا بكم جميعا على مأدبة الرحمن. وهيا بنا متابعينا الكرام نبدأ بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها
كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لي
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل كذا. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ونحن معكم في هذه رحاب الطاهرة، رحاب مسجد حسن الشربطلي بالقاهرة الجديدة، حيث تتواصل مع حضراتكم فعاليات هذه الأسابيع الثقافية وهذا الأسبوع السادس. تلك الفعاليات التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. متابعينا الكرام، موضوع كلمتنا اليوم عن الكلمة وأمانة الكلمة ومسؤولية الكلمة. الكلمة تدخل الإنسان الملة وتخرجه منها. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه أبي طالب: قلها يا عمي أشفع لك بها عند ربي. فلو قالها لتغير حاله، لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعيش معكم وهذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد البشير النذير، وسلم تسليما يا مولانا يهون كل عسير.
وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. الشكر موصول لمن فكر في إقامة هذا الحراك العلمي الأسابيع الثقافية. الشكر موصول لوزارة الأوقاف ولمعالي وزير الأوقاف وللقائمين على العمل الدعوي في وزارة الأوقاف على هذا الحراك العلمي. الكلمة التي ينطقها الإنسان. وأبدأ بسؤال: لو أن أحدا منا سافر إلى الصين أو إلى الهند وكان بمفرده ولا يعلم لغة هذه البلاد، ماذا سيكون حاله؟ أنا جربت ذلك من سنين حينما سافرت إلى الهند، ونزلنا إلى الهند ولم نكن نعلم لغتها، وكنا نتحدث بالإشارة، نشتري شيئا بالإشارة، نسأل عن شيء بالإشارة، وكأننا بق. نعمة اللسان نعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ولذا يقول تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا، هذه القطعة الصغيرة التي تتحرك في فم الإنسان، وزنها بالنسبة لأعضاء الإنسان قليلة، فهي أقل من الكبد وأقل من القلب وأقل من القدم وأقل من أشياء كثيرة، ولكن هذه القطعة عليها المدار كله، هي التي تجعل الإنسان صالحا حينما يطابق القلب ما ينطق به اللسان، وتجعله أيضا منافقا حينما يتكلم بكلام بعيد عما يؤمن فيه في قلبه. الكلمة وأمانة الكلمة، والوعظ إذا لم يرتبط بالواقع فهو وعظ سلبي لا ينشئ أمة ولا يقيم مجتمعا. في الأونة الأخيرة التي نعيشها الآن في مصرنا الحبيبة، بدأ أناس يتكلمون وينقلون كلاما عبر بوستات في الفيسبوك أو في الواتساب أو أجهزة التواصل وفي بعض القنوات وفي غيرها، بدأوا يتناقلون كلاما خطيرا، وهذا الكلام أكثره كذب عن موقع الدولار والجنيه المصري والاقتصاد، وبدأ الكلام كثير جدا في هذا، ودخل فيه أناس من غير المتخصصين، وفي هذا ضرر على البلاد، ضرر ننبه عليه، لأنه في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتدخل إلا المتخصصين الذين يفهمون الأمور، وإلا فالأمور تزداد سوءا، لأن الإنسان بخيل بطبعه ورأس المال جبان، والإنسان يخاف على ماله،
فهذه الإشاعات المغرضة وتناقل أخبار ليس لها أساس من الصحة هذا شيء يؤدي إلى أضرار تقع على الدولة وأضرار تقع على المجتمع. الكلمة أمانة، حينما تنطق بكلمة فهي أمانة، وهذه الأمانة تكتب لك أو تكتب عليك. بالكلمة يكون الإيمان، لا إله إلا الله، وبغيرها لا يكون الإيمان. بالكلمة تحل الفروج في الزواج، وبغيرها يكون زنا. بالكلمة تعقد العقود، وبغيرها لا يكون هناك عقود. إذن الكلمة مهمة جدا، مهمة حينما ينطقها الإنسان بصدق، وحينما يؤدي الكلمة بأمانة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أمانة الكلمة، وربما لم يكن هذا قبل وقتنا الحاضر أو قبل عصرنا الحاضر، حينما في بعض الرؤى يرى رجلا يشرشر فمه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، بعض الرؤى بكلوب من حديد، مقص من حديد، ثم يأتي للجانب الآخر فيفعل به ذلك، فيلتئم فيشق، يعني عذابه باستمرار إنه يشق، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فيقال إنه الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قبل عصرنا الحاضر كانت الكلمة ربما تصل إلى أقاصي القرية أو إلى المدينة أو إلى البلد الذي يعيش فيه الإنسان، ولكن بعد عصر الإنترنت أصبحت الكلمة تبلغ آفاق الأرض في المشارق وفي المغارب. بمجرد ما يكتب كلمة على النت ويعمل انتر تصل هذه الكلمة في نفس اللحظة إلى المشارق والمغارب. وكم من كلمة أثرت على اقتصاديات كبرى، وكم من كلمة أقامت حروبا، وكم من كلمة أحدثت نزاعا. والكلمة حينما تخرج من فم الإنسان لا يستطيع أن يعيدها مرة أخرى، انتهت. حينما تخرج الكلمة عليك أن تتحمل النتائج. ولذا قال القائل عورات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. الكلمة نعمة، والبيان نعمة، أنك تتكلم بنعمة من النعم. في سورة الرحمن والله سبحانه وتعالى يذكر نعمه على عبده، يبدأها الرحمن علم القرآن لأن فيه الهداية، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. فقدم نعمة البيان على الشمس والقمر على النجوم وعلى السماء، وذلك لبيان أن نعمة البيان نعمة كبيرة، وعلى الإنسان أن يحافظ عليها لأنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا متابعينا الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، حدثنا فيها عن أمانة الكلمة ومسؤولياتها
ونحن معكم نبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي السادس في رحاب مسجد حسن الشربطلي بالقاهرة الجديدة. متابعينا الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فالكذب صفة تنافي الإيمان، والكلمة سواء كانت مسموعة أم مكتوبة أم مقروءة لها خطورة كبيرة على أي مجتمع من المجتمعات. نتواصل معكم حول أمانة الكلمة ومسؤوليتها، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فصوره وكمله وجمله في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، وأعلن الله سبحانه وتعالى محبته لهذا الإنسان فقال: ولقد كرمنا بني آدم. والتكريم فرع عن المحبة. وسخر الله سبحانه وتعالى الكون بما فيه لخدمة هذا الإنسان فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأنعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده الإنسان اللسان. ذلكم اللسان وذلكم العضو هو الذي ميز الله سبحانه وتعالى، أو من جملة ما ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان عن غيره من بقية المخلوقات. فجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان آلة وعضوا يعبر به عما يجول في خاطره وفي نفسه، وتلك نعمة عظمى لا يعلم قدرها إلا من فقدها. لذلك كان حري بهذا الإنسان أن يضبط هذا اللسان وأن يضبط هذا العضو، وألا يتكلم وألا ينطق إلا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق في جملتها تعود إلى حفظ هذا العضو، إلى حفظ هذا اللسان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، أمسك عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ معنى هذا الحديث باختصار أيها الأحباب أن من يدخل النار سيدخل بسبب لسانه، وأن اللسان هو السبب الرئيس والأصلي في دخول الإنسان النار والعياذ بالله. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، أي لا تنطق إلا بخير، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أي ارضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك، ولا تخرج من بيتك إلا لضرورة. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الكلمة عباد الله أمانة، بكلمة واحدة قد يكتب الله سبحانه وتعالى لك بها الجنة،
وبكلمة أخرى والعياذ بالله قد يكتب الله لك بها النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يعني لا يهتم بها، ولكنها كلمة حق خرجت من هذا اللسان بصدق. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، كلمة قالها هكذا دون اهتمام دون رعاية، لكنها كلمة كذب وكلمة شر لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي إن الإنسان إذا كان كثير الصمت قليل الكلام فهذا إن شاء الله دليل وعلامة على نجاته. من صمت نجا، لأن الذي يكثر من الكلام والذي يتكلم كثيرا خاصة الذي يتكلم فيما لا يعنيه فإنه حتما سيقع في الأخطاء، وحتما سيقع في الذنب، وحتما سيقع في المعصية. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت، وإما أن تصمت لا تتكلم، ولا يكن عندك شهوة الكلام، لا تتكلم كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه كان لا يتكلم كثيرا، بل قالت السيدة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت تعد الكلام وراء النبي عدا، يعني لو أتيت وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تعد الكلمات وراءه. لماذا؟ لأنه لم يتكلم كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأن من صمت نجا، لأن كثرة الكلام قد توقع في الخطأ والعياذ بالله. قال أحد الصالحين: حتى نعرف الفارق بيننا وبين هؤلاء الصالحين وبين الأكابر من هذه الأمة، قالوا كان أو قال: كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لم يكن يعدون العبادة في الصلاة والصوم والزكاة والحج فحسب، إنما كانوا يرون العبادة الحقيقية في الكف عن أعراض الناس، في حفظ اللسان، هذه هي العبادة، عباد الله، أن تكف أذاك عن خلق الله سبحانه وتعالى، ألا تقع في أعراض الناس، لأن المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي لن تتحقق بالإسلام الكامل المطلوب إلا إذا سلم المسلمون من لسانك، لا تكن سليط اللسان على الناس. وفي رواية أخرى: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. معنى هذا أن المسلم ينبغي عليه أن يكون طيب الكلام وحسن الكلام مع كل الناس، مع المسلم ومع غير المسلم، حتى إذا تكلمت مع غير المسلم تتكلم بأدب وتتكلم بحسنى، وقولوا للناس حسنى. ذات يوم دخلت مجموعة من اليهود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد، وكلمة السام تعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فهم مرادهم، قال: وعليكم. فكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع هذا الكلام فغضبت وقالت: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر، يا عائشة، إن الله يكره الفاحش البذيء، فالمسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لذلك حري بنا عباد الله أن نمسك ألسنتنا وألا ننطق بها إلا إذا نطقنا بخير، وأن نبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وألا نؤذي خلق الله سبحانه وتعالى بألسنتنا، رب كلمة قليلة بسيطة تنطق بها تكون سببا في أذية غيرك فتندم عليها دنيا وأخرى،
وفي ذلك يقول الإمام الشعراني رحمه الله، ونختم بهذه الكلمة، قال رضي الله تعالى عنه: إن إدخال الهم على أحد من المسلمين ولو ساعة واحدة لا يعادله جميع ما عندنا ولو كنا دفعناه إليه، لما في الكلمة من خطر عظيم قد يندم عليها الإنسان في دنياه وأخراه. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا متابعينا الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، ضمن هذه الفعاليات المباركة، فعاليات الأسبوع الثقافي السادس الذي تقيمه وزارة الأوقاف بهذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته فيه طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا نور قلبي في رضاك سعادتي، يا نور قلبي في رضاك سعادتي وسرور نفسي
ترضاه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو الذي أثنى عليه الله يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا بحر جود لا يكف عطاه يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بحر جود لا يكف عطاه فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا نطقت الحق كان هداه فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا نطقت الحق كان هداه من لليتامى والأرامل كافلا من بالقيامة شافع إلا هو من باسم رب العرش قد قرن اسمه أكرم بأحمد جل من رباه محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صادق الأقوال والكلم محمد باسط المعروف جامعه محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. نصل معكم متابعينا الكرام إلى ختام فعاليات هذه الليلة وهذا اليوم من الأسبوع الثقافي السادس بهذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حسن الشربطلي بالقاهرة الجديدة. بمشيئة الله تعالى غدا يتجدد اللقاء مع حضراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكر لعلمائنا الأكارم الذين كانوا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونشكر للرعاية الكريمة رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. سائلين الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.